وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير وحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله أبا محمد وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم ونجدد الترحيب بكم لمن أراد التواصل بطرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى استقبل أول متصل معنا أم محمد معي تفضلي أبو صالح تفضل أبو صالح معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله بخير جميعا الله يمسيك بالخير والعافية حياك الله الشيخ سليمان حياك الله أبا صالح الله يحفظكم يعينكم ويسددكم الله يجزاه خير فضيلة الشيخ كثرت حالات الوفاة والتي سببها السرعة الزائدة في السيارات هل من مات بسبب هذه السرعة يعتبر منتحرا ومن مات مع السائق يعتبر مقتول عمدا ونريد جزاكم الله خير توجيه كلمة للمسؤولين لسن الأنظمة الصارمة والحازمة للحد الحقيقة من هذه الظاهرة والتي انتشرت في أوساط الشباب وكذلك أولياء الأمور عليهم متابعة أبنائهم في هذا الخصوص شكرا بارك الله فيك أم مازن معي تفضلي أختي أم مازن تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت أنا سألت قبل فترة على بطاقة البطاقة حقت الإتيام هذه وما سمعت إجابة الشيخ سألتي عن بطاقة اكتساب ها؟ أيوة بس ما سمعت الإجابة لو سمحت تعيدونها أبشري أبشري أختي الكريمة وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما يتبع من الرجال اللي يحلق بقناه في صحيح هذا الحديث ولا؟ لا يسمع من؟ ما يتبع من الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلق بقناه من حلق؟ البدن ما فهمت والله صحيح حلم ايش؟ ما سمعتك ايوه اختي الكريمه تعدين السؤال اذا تكرمتي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان ما اتبع من يحلق بقنا من الرجال هل هذا حديث صحيح؟ يحلق لحيته ايوه طيب ولا يحلف بالله تقول لا تقول لمن من يحلق لحيته لا يسمع الله من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شكرا لك يا أختي عبد الله معي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي عندي سؤال يا شيخ تفضل يا أخي الآن من كان عليه صيام شهرين متتابعين نعم طيب وأفطر فيها لأني كنت مسافر نعم عند قضاء الأيام اللي أفطرتها يجب أن تكون متتابعة أم لا حرج إني يعني أفصل بينها أحسن مثلا أصوم يومين وبعدها أفطر يومين أو مثل ذلك طيب في سؤال آخر عبد الله لا جزاك الله خير بارك الله فيك شكرا أحمد من الجزائر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي أحمد كيف حالكم شيخ أهلا بارك الله فيك تفضل سؤالك شيخ هل من أسماء الله المعز هل من أسماء الله
المعز هل هو اسم من أسماء الله؟ نعم شيخ. سؤال آخر يا أخي. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. أمة الله من ليبيا تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال أول، ما حكم الاحتفال بعاشورة؟ بعض الناس يحتفلون بها على أنها عيد ويصنعون بعض الأكلات فيها، فما حكم أكل هذا الطعام وكذلك عيد المولد؟ طيب. السؤال الثاني، زوجي لا يستطيع القيادة. ألو. نعم. واقترحت عليه شراء بيت في المدينة فرفض، وهو عنده فرق وأنا أعاني من ظروف قاسية، فهل يعتبر ظالما لي ولأبنائي؟ زوجك لا يستطيع القيادة؟ أيوة. هو عنده مرض صرع. وعنده مرض صرع. اقترحت عليه شراء بيت في المدينة. من أجل؟ من أجل تكون مثلا خدمات المدينة أحسن من القرى. طيب. ولكن رفض يا شيخ بحكم أنه لا يريد أن يبتعد عن أهله، ولا تبعد المدينة يعني حوالي 45 عن أهله بس يعني. طيب. السؤال الثالث، ذهبت للعمرة يا شيخ فبالت بنتي في المسجد الحرام وتركت كل شيء على حالي، لأن ليس معي حفاضات ولا مناديل ولا، فهل أكون آثمة أو علي شيء؟ طيب. زوجي يعطيني إمام يا شيخ في مسجد القرية، فعنده وسواس قهري فأصبح لا يتقن القراءة، فترك بعد 3 أيام هذه الإمامة، فاستمر الأوقات على أن يقوم وهو لا يعلم، فاستمرت عدة أشهر ثم جاء مبلغ لهذه الإمامة، فهو يسأل هل ما وجده في حسابه يجوز له أو لا، علما أنه يؤم هذه الأيام ولا يعلم أنه إمام. أختي الكريمة، زوجك إمام مسجد؟ أيوة. مش إمام مسجد، عينوه أمام مسجد يا شيخ. عينوه إمام مسجد. أيوة. فهو قال لا أنا ما نستطيعش من مرض عندي وسواس وكذا. نعم. فهم أصبح يا أمي هو، لأن الإمام يتخلف كثير عن نفسه، هو يا أمي سواء كان سجله إمام أو غير إمام. فوجد إن ما زال هو في الإمامة وهو ما يدريش عن نفسه شهور أمهم ونزلوا له المرتب، فهل يجوز له في المرتب هذا هو؟ طيب. ما كانش يندي إن إمام. طيب. طيب. سؤال آخر. سؤال آخر يا شيخ، تغسيل الميت، أحيانا أغسل النساء، يقول لا يلمس ماء التغسيل، فهل هذا صحيح؟ لا، ماء التغسيل عندنا اللي تجهز عشان تغسل بالميت يقولوا لا يجوز أنك تلمسيه ولا يجوز أنك تزيديه، ويجعلون الماء كثير حوالي 40-50 لتر. نعم. ويقولون ما تدخل المرأة الحائض على الميت ولا تغسل الحائض الميت، فهل هذا صحيح؟ طيب، شكرا جزيلا لك يا أختي. شكرا يا أمة الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم أبو صالح يسأل عن حالة مجتمعية كثيرة يعني أصبحت مقلقة بشكل أو بآخر، لو هي كثرة الحوادث المميتة بسبب سرعة السيارات والتي يذهب ضحيتها شباب وعوائل أحيانا تموت بأسرها بسبب هذه التجاوزات للأنظمة المرورية، الأمر الذي يعني أصبحت الحالة أقرب إلى الظاهرة هي، واصطلى بسبب هذه الممارسة الخاطئة كثير من الأسر سواء بوفاة من يعيلها أو أحد أفرادها، أو كذلك الإصابات الشديدة التي تحصل من هذه الحوادث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم. حوادث السيارات هي في الأصل وكذلك في الغالب الأعظم، وهي حادثة تقع في الشوارع عادة، هي من قتل خطأ إذا حدث وأن مات فيها أحد، سواء في مع السائق أو السائق نفسه أو في السيارة المقابلة. ما لم يكن هناك عداوة وشحنة وشاهد الشهود على أنه اتجه إليه من غير سبب معين، هذا نادر جدا ولا يكاد يقع في غالب الأحوال. وسائل القتل عند الناس لا تكون في السيارة في كثير من الأحيان. فهو يسأل عما يقع من التهور الذي في الشوارع، الجواب أنه ليس من قتل العمد، الحمد لله، كما أنه ليس أيضا من شبه العمد، لأن يعني حتى شبه العمد لا بد أن يكون في التوجه إلى الشخص، يعني في العمد وشبه العمد
أن يكون هناك توجه لإيذاء الشخص سواء بقتله أو إصابته. الفرق بين العمد وشبه العمد هو في الآلة، كون الآلة تقتل غالبا أو لا تقتل. هذا هو المفرق عند جمهرة من الفقهاء فيما يتعلق بقتل العمد وشبه العمد. لكن الحقيقة ما يتعلق بحوادث السيارات هي مؤسية، وعندنا في هذا البلد بالذات الحقيقة فيه يعني نسبة ارتفاع مقلقة، وتجاوزت بلدان كثيرة كنسبة بين عدد السكان وبين الحوادث، ولا قد يكون بعض البلدان حوادثها أكثر، لكن الكلام على النسبة بين عدد السكان والحوادث. نعم عندنا زيادة في استخدام السيارات وهناك وفرة في استخدام السيارات، ربما يؤثر في هذه النسبة بشيء معين 10-15%، لكن النسبة مريعة في الحقيقة. والحوادث التي يموت فيها الناس أذكر في سنة من السنوات ربما زادت، وأرجو إن شاء الله أن تكون قد نقصت، وصلت إلى أكثر من 7,000، ويقال بأنها نقصت هؤلاء القتلى فقط. فالحقيقة هذه النسبة كبيرة، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع كله في الحقيقة، بدءا من الدولة أو الحكومة، فهي المسؤولة الأولى عن تنظيم هذه الأمور، مسؤولة عن الثقافة العامة، مسؤولة عن التربية، مسؤولة عن التنشئة والإعداد، مسؤولة عن الرقابة، مسؤولة عن العقوبات. كل هذا الحقيقة يعني في جانب الحكومات أن تعنى به، وتكون مسؤولية الحكومات فيها مسؤولية كبرى في الحقيقة، وهي النسبة الأعلى. هناك مسؤولية على الأسر، هناك آباء يعطون أولادهم ويعلمون أنهم الحقيقة قطعة من الشياطين في السرعة والتهور والعبث بالسيارة. هناك نسبة أيضا على القائد، قائد المركبة نفسه، في عدم أخذ أسباب الحيطة. ترى السرعة ليست هي السبب الدائم، السرعة نعم هي مؤثرة في قوة الحادث، لكن في دراسات عالمية أيضا تقول بأن السرعة ليست هي أسباب الحوادث الحقيقة. أسبابها متنوعة، منها الجوال ومنها الغفلة ومنها النوم ومنها أشياء كثيرة لا تحصى في الحقيقة. السرعة إنما تكون مميتة وخطرة في أماكن معينة محددة داخل البلد. أما الطرق الشريانية فالغالب أن سبب الحوادث ليس هو السرعة، وإنما هي أسباب أخرى، لكن لا نغفل السرعة وخطر السرعة في هذا المقام. فالمسؤولية عامة في الحقيقة في هذا، ولا شك كما قال عمر رضي الله عنه وتروى عن غيره إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالسياسة الشرعية وأفعال الحاكم لا من جهة القدوة في الحقيقة، كون إنسان حاكم أو مسؤول أو كانت له مسؤولية أو ستكون له كذلك، الناس ينظرون إلى من له مسؤولية بعين القدوة. فهذا أيضا له أثره ودوره في إن شاء الله تقليل مثل هذه الحوادث، وهي مسؤولية عظيمة في الحقيقة وجسيمة، وسيتحملها من يهمل هذه المسؤولية العظيمة. والله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما زلت أسأل عن بطاقة اكتساب التي يمنحها، وهي مجموعة نقاط يحصل عليها إنسان ثم يأخذ مقابلها. لا أرى بأس في هذه البطاقة، ليس هناك مال يدفع مقابل هذه البطاقة، وإنما هي نقاط تحصلها، فإذا اشتريت بمشتريات وقدرها كذا وكذا فإنه يحصل لك تخفيض قدره كذا وكذا، تأخذه من البضاعة الموجودة في المحل. فهذا آيل إلى العلم، وإن كان مجهولا في الحقيقة لكنه آيل إلى العلم، فهو يعرف، الثمن معروف، والأسعار الموجودة في المحل أيضا تؤول إلى العلم، ليست مجهولة. فلا بأس إن شاء الله في استخدام هذه البطاقة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة الثانية تقول: هل من يحلق لحيته لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل ورد حديث بهذا؟ أنا لا أعرف أنه قد ورد هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا صحيح، وهذه من أعظم السنن، أقصد السنن اللي هو الطرق الطرائق، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليست سنة، إعفاؤها واجب، أن لا تحلق هذا واجب في قول الكافة من أهل العلم، والنزاع في هذا غير محفوظ وشاذ في أن حلق اللحية ليس بمحرم. فلذلك يعني نقول نعم، من ترك هذه الشعيرة العظيمة فهو قد فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مني ليس معنى أنه يدخل النار، المقصود ليس مني في هذا الجانب، فهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب عن
سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله سؤال يقول: من عليه صيام شهرين متتابعين ثم سافر أو أفطر لأنه مسافر وحين يريد القضاء، هل يقضي هذه الأيام التي أفطرها متتابعة أو يجوز له أن يفرقها؟ نعم، يجوز لمن عليه كفارة صيام سواء كانت من ظهار أو كانت من جماع في نهار رمضان أو كفارة القتل التي يجب أن يصام فيها أو في بعض خصالها شهرين متتابعين، يجوز له أن يفطر فيما يجوز له أن يفطر في رمضان، مثل المرأة الحائض تفطر، مثل المسافر إذا سافر يفطر أيضا، ومثل المريض إذا مرض مرضا يشق عليه معه الصيام فإنه أيضا يفطر. كل هذا جائز ولا يقطع التتابع الذي أوجبه الله عز وجل، لا سيما في الظهار وكفارة القتل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد من الجزائر يسأل عن اسم المعز، هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ اسم المعز لم يثبت في حديث، نعم ورد في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي لكن سنده ضعيف، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله وغير واحد من المحدثين القدامى والمحدثين. ومن العصر الوسيط الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، فقد حكم بعدم ثبوته. الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأسماء الحسنى توقيفية، فليس للإنسان أن يصوغ اسما من عنده ولا حتى أن يصوغ شيئا من صفات الله عز وجل ليستنبط بها اسما، المسألة اجتهادية في الحقيقة، لكن هذا هو الأقرب فيها. يعني لا أرى الإنسان يشدد على المخالفين في هذه المسألة لأنها اجتهادية. فالله عز وجل يعز ويذل، لكن هل يسمى معز فتقول هذا عبد المعز مثلا فيكون علما كالاسم لله عز وجل؟ يعني الإنسان يكون كريم، يعني بفعله يكون كريم ويكون شجاع ومقدام ويكون ذو مروءة، لكن لا يقول الناس جاء كريم وذهب كريم، هو له اسم. صحيح. والاسم ينقل بالخبر، ما اسمه فلان، اسمه كذا، سماه أبوه وسمته أمه إن كان ما عنده أب، فهي أسماء، هذا أسماء معروفة. لكن الناس لا يقولون جاء كريم وذهب بخيل ورجع لئيم، يصفون الناس بأوصافهم ويجعلونها أسماء مرتبطة بهم. فلهذا المعنى ذهب جمرة من أهل العلم وعليه الفتوى لدينا هنا بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يشتق من الصفات أسماء، وهذا هو الأقرب. فلذلك ما دام أنه معبد لغير الله عز وجل فالأقرب أن يترك هذا، لكنه ليس نزاع العلماء مشهور في التعبيد لغير الله عز وجل، لكن الأولى تركه، وأقل أحكامه الكراهة، والذي أراه أن التحريم، الله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أم سدرة من العراق، تفضلي. تفضلي أم سدرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. تفضلي. السلام عليكم. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم سدرة، بارك الله. سماعة الشيخ، زوجة أبي. نعم. اي نعم اسمع. تفضلي. زوجة ابي العام راحت على الحج، قالت رحنا تروح على عرفة، المرة قالت ما وصلنا الجبل، ما وصلنا الجبل سعام، وقالوا هذه حد الخيام هذا عرفة، قالت ما شفنا الجبل ولا رحت، قالت الحج جائزة ناقصة من هذا. لكن دخلت حدود عرفة يا اختي الكريمة، عرفة كبيرة جدا. دخلت حدود عرفة. طيب، في سؤال آخر؟ لا هذا شكرا. طيب شكرا لك يا أم سدرة، تسمعني جاب إن شاء الله. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير العافية. في زميل اللي راح للعمرة. نعم. وفي وطبعا في طهر في بيته وراح لبس الإحرام. نعم. بس السرواله نساء ينزل. نعم. ما أدري مولد أرى اللي بعد ما خلص من العمرة يوم جاء في الإحرام لقى السروال عليه. طيب. الله يجزاك. بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا لك. عبد الله، أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، هل صورة قراءة سورة البقرة في البيت
يعني مثلا للمريض إذا يبي الشفاء يقرأها على الشفاء، أو المهموم عشان يعني زوال الهم، أو مثلا وحدة تبي الزواج تقرأها عشان الله يرزقها. طيب شكرا لك. شكرا لك يا عبد العزيز، بارك الله فيك. أبو خالد معي، تفضل أخي أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير يا أستاذ، تفضل. بس عندي سؤال لو تفضل. تفضل الله يحييك. أقول لك بس حنا نجمع مبلغ يعني من كل شخص كل في السنة، يعني مبلغ من المال المدخر للحوادث، يعني حين ما يحصل حادث لأحد ندفع من هذا المبلغ المجموع. وأسأل يعني هل عليه زكاة أو ما عليه زكاة؟ طيب هذا المبلغ هذا المبلغ شبه ما يكون بجمعية يجمع من 10 أشخاص 100 شخص 20 شخص لي؟ يعني هذا المبلغ يجمع تقريبا من أكثر من 50 شخص. إيه. فمودع عنده شخص واحد. فلما يجي مثلا يحتاج يدفع من هذا المبلغ. طيب. تسمع إجابة. فما أدري هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، يعني أحيانا يحول الحول مدفع من الشيء، أحيانا حوله زلادة. طيب. فما أدري هل على زكاة أو لا. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أم معتز من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ولدي جوزته عمره سنة. كم عمره؟ 18 سنة. نعم. كنت بحسب يعني هو حاله يصلح وكده، فصار مشاكل و وبطل أبوه يعني تعب وكذا وتوفى. نعم. فهو دلوقتي يبي يرد لل يعني ابنه كان مأجر برد، يبي يرد أخذ الحوش، وأبوه توفى من أثر الزعل والمشاكل وكذا. نعم. فأنا يا شيخ تعبانة، يعني أنا مش عارف أنا سبب وفاة أبوه، لأن أنا اللي جوزت الولد بدري، وهل أنا حياتي انتهيت يا شيخ؟ أنا عمري 36 سنة. طيب. والرجل اللي جوزت هذا الله يرحمه ويسامحه، رجل كويس الله يرحمه ويسامحه، ما كانش يعني هو كان هو اللي كل اللي هي في الدنيا. انا اصلا مصريه ومتجوزه في ليبيا. نعم. طيب وارجو منك انك انت تدعي له، لانك الرجل صالح وكان هو يعني كل اللي هي في الدنيا. نسال الله عز وجل يعوضك خير يا اختي. فهو يا شيخ دلوقتي ولدي عايز يجي للبيت، وامرتها مش يعني مش كويسه معاملتها معي، فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ. أنا حياتي منتهية، وأنا توفيت جوزي، أنا لما هو كان بيحكي معايا وكده، فلما أنا جيت أصحي بكلمه تاني رجحت عليه، عايزة وهو من مكان لقيته ميت يا شيخ. طيب نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته يا أم معتز. وتسمعين إن شاء الله تعالى التعليق وجواب ضيفي الكريم هنا. أشكرك يا أختي الكريمة. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. وأمة الله من ليبيا تسأل عن حكم الاحتفال بعاشوراء وصنع الطعام وتناول الطعام في هذه المناسبة، وكذلك في وقت المولد النبوي. نعم، أنا فهمت من الاحتفال بعاشوراء هو أن يجعل يوم فرح، وهذا لا يجوز، بل هو بدعة من البدع، وهي مما فعله أهل النصب النواصب كما يعبر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقابل الروافض الذين جعله مأتم في يوم وفاة الحسين. وكلها عيد في الحقيقة، فيه عيد فرح وعيد مأتم، العيد أنه يعود في كل وقت، فكل هذا من البدع المحدثة. وهكذا يفعل أهل البدع، يفعلون ما يخالف أهل البدعة الأخرى، بينما أهل السنة فإنهم أهل عدل، حتى لو خالفوا أحد فإنهم لا يغنطونه حقه ولا يتعرضون له، لا في نفسه ولا في معتقداته، إلا ببيان الحق وإيضاحه وتوضيحه للناس، دون أن يمس هذا الشخص بظلم أو بعدوان عند الكلام معه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بردة الفعل كما تسمى في مقابل فعل آخر ربما كان محرما أو مذموما، فلا يجوز أن يجعل يوم عاشوراء يوم احتفال. ورد فيها حديث لكنها كلها موضوعة في التوسعة للعيال وشراء بعض المآكل وبعض المطاعم، وضعها بعض النواصب في وقت العصور المتقدمة
في مقابل ما فعلوا الروافض تجاه الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل هذا لا يجوز أن يجعل عيدا، وكذلك عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لأن هذه الليلة تقدس وتعظم ويكون لها خصائص معينة، حتى خصائص في أجوائها وخصائص في بركتها. هذا من يعني أقصى أنواع البدع في الحقيقة العملية، وليست الاعتقادية، أن توجد اعتقادات شرعية خاصة. أحيانا البدعة تقع كما يعبر الإمام الشاطبي، تقع بمجرد المضاهات، أنت تضاهي فعلا شرعيا على معنى غير معقول من حيث العقل، فهذا في الحقيقة هو نوع من مضاهات الشريعة، لأن الشريعة تفرض الشيء في بعض التعبدات أو في كل التعبدات المحضة، تفرضها من غير معنى معقول إلا مطلق العبودية لله عز وجل. أما أن يجعل الإنسان يتخذ له يوم معين، هذا لا معنى له في الحقيقة، لا بد يكون معنى معقول. إن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون كل يوم احتفال، وإن كان سنويا فاجعله قبل بشهر أو بعد بشهر. لماذا اختير يوم 12 ربيع الأول وقت الاحتفال بالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهذا من جنس المحدثات العملية وليست الاعتقادية. هنا يقع الخطأ عند بعض طلاب العلم إذا قيل بدعة أو فعل بدعة أو حتى قيل منهم من أهل البدعة، ينصرف نظره إلى البدعة الاعتقادية. ما كان هذا منهج السلف. السلف يعتبرون البدعة العملية هي نوع من الخلاف الفقهي الذي قد يكون قطعي في بعض أحيانه، وأكثره يكون من الباب الظني لضعف لكونها مسألة اجتهادية أو فيها ضعف النظر. أما البدعة الاعتقادية التي يسميها للسنة أهل البدع، فهم أهل الأهواء الذين حكموا العقول في مقابل النص. فسموا أهل الأهواء لأنهم تركوا النص الشرعي وحكموا عقولهم في مقابل النص الصريح ليس النص الاجتهادي، وهنا صاروا أهل أهواء وأهل بدع. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له كثيرا، دعاء ختم القرآن، المولد الذي ليس فيه شرك، كل هذه من باب البدع العملية التي تنكر وتبين نعم، لكنها تبقى بدع عملية. شأن هذه البدعة مثل شأن البدعة الأخرى، ينبغي أن تبين وتنكر وتبين للناس بالحسنى وبدرجات الإنكار المعروفة، وأن لا ينكر الإنسان بيده، وأن لا يقاطع الناس بناء على هذه البدعة العملية التي تكون، لكنه لا يخرجها عن كونها بدعة، ولا تبرأ ذمة طالب العلم إلا ببيان العلم حتى وإن كان في المستحبات، حتى لا يدرس، فما بالك بما يره أنه بدعة. فلا مجامل للناس أن نقول هذا نسميه بدعة ونسمي هذا محرم ونسمي هذا مباح، لأنه من بيان العلم ولا بد من بيانها. المشكلة هي في الحكم على الآخرين وفي العلاقة معهم، هذه المشكلة التي تواجه في الحكم في هذه المسائل، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أمة الله من ليبيا تقول زوجي بأنها تطلب من زوجها أن ينتقل من القرية ويسكن في المدينة لأنه لا يقود السيارة ولديه مرض وهو لا يرغب بذلك لوجود أهله في هذه القرية، وتقول نريد الانتقال للحصول على منافع ومصالح في هذه المدينة وهو يرفض ذلك. يعني قصده في طاعة زوجها يعني. اي نعم، تقول هل هو ظالم لي كما ذكرت؟ يعني إذا كان هذا الزوج يجد في المدينة أسباب معيشة أكثر وفي مصالح أعظم وتحسين معيشة الأسرة والارتفاع بدخلها بما يغطي حاجاتها الضرورية وحاجاتها والأمور الحاجية، ثم يدع هذا لغير معنى إلا مجرد الارتباط بالقرية، فهو قد يلحقه إثم بالحقيقة، تكون أسرة فقيرة وتحتاج إلى زيادة في دخلها. أما إذا كانت الأسرة مغتنية فيها عندها الكفاف والسداد مثل ما يكون لأمثالهم من أقاربهم وجيرانهم ولا يحتاجون إلا التحسينيات، فهنا يجب عليها أن تطيع زوجها. فإدارة الحياة الزوجية في الإسلام موكولة إلى شخص، ليست هي تكافؤ من كل وجه. نعم، تكافؤ في مجمل الحقوق، وتكافؤ في العشرة، وتكافؤ في الأخلاق، وتكافؤ في بذل الأمور الواجبة، وتكافؤ في بذل الأمور المستحبة أيضا إذا كان هذا يبذل الأشياء المستحبة، كلها متكافئة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن قال وللرجال عليها درجة، قال العلماء هذه القوامة، ولابد من إدارة. فهنا إذا اختار الزوج أن ينتقل تنتقل مع الزوجة ما لم يكن عليها ضرر ظاهر أو حرج بين، وإذا اختار أن يبقى تبقى معه ما لم يكن عليها حرج ظاهر أيضا فلا حرج عليها، حتى لو انتقلت هي إذا كانت لا تجد المعيشة الكافية، حتى لو عصته وتركته وتركت أولاده ما دام أنها لا تستطيع أن تجد ما يكفيها بالمعروف عند زوجها، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد الشهري يسأل عن هل يشترط السجود على الجبهة مكشوفة، وبمعنى يقول أنا متعود أن
أحيانا تكون طاقية على نصف الجبهة وأنسى وأسجد عليها، فهل يجزئني ذلك؟ يعني بعض العلم يقول لابد أن يكون ما يسجد عليه في الجبهة يكون هو أيضا تحت المصلي في رجله وركبته، ما يسجد على قطعتين. وبعضهم يقول أنه لا يجوز السجود على كور العمامة، مثل الآن ما يتكلم عن الطاقية أو الشماغ أو العقال. الصحيح أن ما مثل القلنسوة هذه أو الطاقية، الصحيح أنها لا تمنع معنى السجود الشرعي. السجود الشرعي تحقق بوصفه، حتى لو كان هناك حاجز، حتى لو وضع شيء سواء كان متصلا به أو كان منفصلا عنه، الصحيح لا فرق بين ذلك. الاعتبار في وجود الحكم الواجب والحكم الركني في السجود هو أن يعد ساجدا في الظاهر والعرف، فإذا اعتبر كذلك فقد أجزى عنه صح منه الركن، فما نأتي نتكلف أشياء أخرى. وإن كان في نزاع في السجود على مثل هذه الأشياء، لكن إذا كانت مرتفعة ارتفاع ظاهر حيث لا يعد ساجدا مثل بعض المخدات العالية أو بعض المراكي المتكئات المعينة، فهذا لا يعد ساجد الحقيقة. أما العمامة والشماغ وأثر القلنسوة والعمامة الخفيفة التي إذا سجد انهصرت ونزلت الجبهة إلى الأرض، كل هذا لا يضر، وكله من السجود المشروع، لا حرج على الإنسان فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم مضيت شيخ. الأخ عبود يسأل عن حكم القروض العقارية وذكر بنك الجزيرة بالخصوص. ما نستطيع أن نحكم الحقيقة على سؤال مجمل، وبنك الجزيرة لم نطلع على قروض العقارية، لكن ينبغي أن توجد الشروط الشرعية في عملية التمويل إذا كان في الثلاثية، بمعنى هناك بائع وهناك البنك مشتري أول ثم مشتري ثاني وهو طالب التمويل، فينبغي أن يشتريها البنك شراء صحيحا، وأن تنتقل إليه أيضا، أو أن يقبضها، ما نقول تنتقل، أن يقبضها قبضا صحيحا، قد يلزم الانتقال وقد لا يلزم. وكذلك أن يفعل البنك مع طالب التمويل أيضا أن تكون بعقد صحيح، أن يقبضها المشتري طالب التمويل قبضا صحيحا. فإذا تمت هذه الشروط مع بنك الجزيرة أو أي بنك آخر، حتى لو كان بنك ربوي لكن يتعامل في هذه المعاملة بالطريقة الشرعية، كانت معاملة صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول: من ذهب للعمرة ولبس إحرامه في بيته ولكنه نسي ملابسه الداخلية فأكمل عمرته ولم يتبين أنه يلبس هذا السروال كما ذكر إلا بعد نهاية العمرة. لا حرج عليه ولا فدية على الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا قد نسي، نعم لبس مخيطا وقد نهي عن لبس السراويلات كما ثبت في الحديث، لكن الصحيح أنه ليس عليه إثم ولا تلزمه فدية ولا دم، هذا الصحيح. الحمد لله. وهذا مقتضى ما رفعه الله عز وجل عن الجاهل والناس والمخطئ، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد العزيز تسأل عن قراءة سورة البقرة لمن أراد أن يقرأها للاستشفاء وكذا، لذهاب الهم والغم أو لجلب الرزق أو كذلك لجلب الزوج الصالح. سورة البقرة ورد فيها حديث كثيرة، منها أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، وهو في السنن وغيرها. وفي صحيح مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذا حديث أبي أمامة. كل هذه الأحاديث دلت على فضلها، لكن لا تخصص. يعني موضوع قراءة القرآن لأجل الزواج، قراءة القرآن لأجل التوفيق للوظيفة، قراءة القرآن لأجل كل هذا، في الحقيقة هو يكفي عنه. من الرقية إن كان مرض، هذا ليس مرضا، إن كان مرض فالرقية من جميع القرآن أو من عيونه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات الثلاث، دون أن نتكلف. أنا أقول لا أقول حرام الرقية، بعض العلماء يقول بابها واسع، لكن هناك تكلف. حتى رأيت كتابا مرة ولا مؤاخذة والإخوة المشاهدين، ولما فتحت الفهارس وظننت كتاب طب. نعم التشخيص. نعم وإذا فيه فيروس الكبد الوبائي ألف وباء وجيم، وفيه السرطان، أنواع السرطان، اللوكيما وأنواع السرطان، فيه التكلف ومدعاة للسخرية في الحقيقة من الناس. بعض العلماء يتوسع ويقول هذا يعني مجاله التجربة، وهذا فيه نزاع وفيه كلام بأهل العلم، وهو قول له وجاهده وقوته. لكن التكلف فيما يتعلق بالقرآن بهذا لا أحبه، ولا أقول بأنه محرم أو أنه مكروه. فالذي أراه للأخت الكريمة أن تكثر من الدعاء، أن يوفقها الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
يا أخي التوفيق هو الرزق وهو الوظيفة وهو الزوج الصالح وهو الإنجاب وهو كل عمل خير. التوفيق في الدنيا والآخرة، المعافاة في الدنيا والآخرة، هذه من أدعية الشاملة الجامعة. تعلق الناس ببعض الأشياء الخاصة حقيقة هو يعني نوع من الإشباع النفسي، هو إشباع نفسي أنا في نظري. أما في الشريعة فهي رقية شرعية بالقرآن كله أو بعيون القرآن التي ورد فيها النص في الرقية. وكذلك الدعاء يكفي عنها الدعاء، تقرأ القرآن دون أن تخصص، هذا حسن. من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ أنه عمل صالح فأحياه الله حياة طيبة، فيها الرزق وفيها الزوج وفيها أشياء كثيرة. فنقول من العمل الصالح قراءة القرآن بالجملة والصيام بالجملة والصدقة بالجملة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصدقة، أكثر من صلاة الرحم، كل هذا بإذن الله عز وجل له أثره في أن يحيى الإنسان بإذن الله عز وجل حياة طيبة دون أن يخوض في هذه التفاصيل التي لم يخوض فيها سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. الله أعلم. بارك الله فيكم. لبنى تقول في الحج في طواف الوداع نقضت وضوئي وأكملت الطواف وكان شديد الزحام، هل عليه شيء؟ الصحيح من قول العلماء أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا له باب وتفصيل مطول ذكرها العلم في بابه، لكن هذا هو الراجح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وقول جمع من أهل العلم أنه لا يشترط للطواف طهارة وإنما تستحب فقط والله أعلم، فليس عليها شيء. الحمد لله. بارك الله فيكم. أبو زياد معي، تفضل. تفضل يا أبو زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضل يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، أنا قبل كم سنة تقريبا قبل 10 سنين 15 سنة حجيت وما كملت حجي، يعني أيام الزحام حق الجمرات مسك فيها واحد من الحجاج ودفيته وزعلت وما كملت حجي، فما أدري علي دم علي فدية علي شيء. وبعدها حجاج تعتمرت يا أخي الكريم؟ لا أنا ما عدت الحج ثاني، وهذا أول حج لي، حج فريضة. طيب تبتسأل أسئلة يا شيخ. هذا عند الجمرة الكبرى ولا عند الجمرة الكبرى يا أخي الكريم؟ والله ماني متأكد، بس إنه أعتقد إنه في الأيام الأخيرة يعني آخر يوم ممكن. وقفت بعرفة وطفت الطواف يا أخي الكريم رحت عرفة والطواف ما طفت. حجيت بعدها ولا اعتمرت؟ لا حج فريضة. حجيت بعدها فريضة؟ لا ما حجيت، هي أول حج لي. هو هذا الفريضة هذا؟ إيه. يعني أنت عند الكافة من العلم أنت لازلت محرما الآن. ها؟ أنت لازلت محرما. لازلت محرما. نعم، فتلبس إحرامك وتعود وتكمل طواف الإفاضة وما يفوت. أنا ما طفت، صلي على النبي، أنا ما طفت طواف الإفاضة، أنا بس وقفت في عرفة وأخذت الحجار من مزدلفة ورحت رميت أول يوم. ثاني يوم الظاهر اني انا زهقت وما كملت. طيب تسمعي انت الان لم تتحلل من احرامك يا اخي الكريم، فعليك ان تلبس احرامك الان وتكمل الحج الذي عليك الان ان استطعت، فاذا ما قدرت على هذا الامر فعليك ان تذبح شاه ثم تتحلل من احرامك اذا عجزت وما قدرت يعني على هذا. انا اذبح شاه بس اذا ما قدرت، اما اذا قدرت تروح تسافر لاي مكان اذا بغيت ثم تترك إكمال الحاج، نقول لك لا تلبس حرامك وتذهب إلى مكة الآن يجب شيء. عليك وجوبا الآن شيء. نعم هذا يكمل طواف الإفاضة الآن، ما بقى عليه الإفاضة، والباقي يمكن يهدي عنه دم رمي الجمار الذي فات يهدي عنه دم، لكن نتكلم على طواف الإفاضة الآن وأنه لا زال محرم ولا تحلل التحلل الشرعي منه إلى الآن. فأنت الآن تلبس حرامك، إن قدرت تذهب إلى مكة اذهب إلى المطار واذهب إلى مكة وكمل طواف الوداع طواف الإفاضة، يعني أتم طواف الإفاضة وافدي. نعم، وإذا كنت ما تقدر ما تستطيع عندك حراسات عندك شيء قاهر ما تستطيعه أبدا فهنا تذبح شاة. أذبح شاة يعني. تذبح شاة وعليك طواف الإفاضة نفس الشيء. وعليه طواف. نعم يعني فيك يعني الطواف وتكمال الحج حتى. طيب وحج ثاني؟ لا ما تحج خلاص تكتمل الحجة بهذا، إذا أتيت بطواف الإفاضة اكتملت حجتك الآن. إذا أتيت بحاجة لكنها لا شك حج ناقص الآن، عليك دم عن ترك رمي رمي الجمار والوقوف والمبيت. طيب دقيقة يا شيخ الله يرحمه، طيب. عليه طواف
يا اخي الكريم انت الان ترى اسئلتك كثير لان عليك شيء كثير. ان شاء الله بعد الحلقه ساخبرك بما عليك كله ان شاء الله عز وجل. اذا كنت طيب كرمت الله يرحم والديك والله يجزاك خير. اخي ابو زياد اجعل رقمك عند الزميل في الكنترول إن شاء انا سارد عليه ان شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا ابو زياد. فاطمه معي تفضلي. تفضلي فاطمه. معنا فاطمه؟ ايوه تفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت انا عندي 5 سؤالات. طيب السؤال الاول هل يجوز شرب القهوه للمراه التي بالحجاب ان تشرب القهوه اللي عليها زعفران طيب او الشاي اللي عليه نعناع والحبق؟ نعم. ثاني هل يجوز امي الحريم ان يعطونها فلوس وتحلف منها؟ هل يجوز ان ترفق او تصوم بدلا من فلوس؟ تحلف؟ ايوه تحلف انها ما تاخذ. هم يحلفون انهم يعطونها الفلوس. ايوه وهي تحلف انها ما تاخذهن وتاخذهن. ايوه هي يجوز ان تنفق او تسوق. طيب بدل منها. السؤال الثالث احنا يا شيخ ناخذ فلوس من المدرسه، هل يجوز ان امي تاخذها؟ تاخذون فلوس من المدرسه راتب؟ في أي صف أنت يا مكافأة؟ في أي صف الحين؟ أي صف يا فاطمة أنت؟ خامس. ما شاء الله ما شاء الله. تأخذون مكافأة من المدرسة؟ إيه. وتأخذها أمكم؟ عادي هل يجوز تأخذها؟ طيب ما شاء الله. السؤال الرابع هل يجوز المرأة التي بالحجاب تلبس الذهب؟ طيب سؤال آخر. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو خالد يقول نحن نجمع مبلغ من المال للحوادث من مجموعة أشخاص من 50 شخص، يدفع هذا المال حينما يحصل لواحد من هؤلاء الجماعة أو من اتفقوا على أنه يأخذ المال، فهل على هذا المال زكاة إذا حال عليه الحول؟ ما دام هذا المال محبوس على وجه خيري وهو التكافل والتعاون وانخلع منه الإنسان، يعني بمعنى أنه سلمه وهو لا يريد أن يرجع إليه حتى ينفق في مثل هذه الأبواب، فالصحيح أن الأموال الخيرية أنه لا ذمة لها، ليس لها ذمة معينة، بخلاف المال المملوك لشخص معين تتعلق به يتعلق بذمته. أما أموال الأوقاف والأموال الجمعيات الخيرية وحتى الأموال الحكومية عند أهل العلم فإنه لا زكاة فيها ومن جنسها هذا. أما إذا كان يوضع ثم يرجع فإن الزكاة فيما بقي منه إذا أعيد إلى الشخص. إذا قمت 5 سنوات كل واحد يدفع مبلغ معين ثم ينفق منه على هذه الكوارث والحوادث فإنه لا زكاة عليه في وقت هذا العقد، أعتبر مثل العقد حتى وإن كان مجرد وعد. الوعد في تركه دناءة وعدم مروءة، فهو أشبه بالملزم فلا زكاة فيه. فنقول لا زكاة في مثل هذه الأموال، لكنها رجعت إليه يزكيها ويستقبل بها حولا جديدا والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت معتز من ليبيا تقول عندها ولد وزوجته من أجل أن كما قالت أن يعقل وأن يركض، ولكنه نتيجة مشاكل مع والده ومع زوجته توفي والده، فهي تحس بتأنيب الضمير بسبب هذا الأمر وتسأل هل عليها يعني ذنب وماذا يجب عليها حيال هذا الأمر؟ ما ليس عليها شيء، هذه الأمور ليست قتل بالتسبب ولا بالقرب منها أيضا، مات هذا قدر الله عز وجل عليه، وليس الذي يموت الناس والنزاعات الزوجية بين أولادهم، هم يصير لهم نزاعات زوجية ولا يموتون. هذه وسوسة المفروض أن تبتعد عنها ولا تفكر في هذا الأمر مطلقا، وهي أحسنت إلى هذا إلا إذا كان صغير جدا، لكن قصده إذا كان يعني عمره طائش. 20 سنة ونعم تقول إنه طائش يعني شاب طائش عمره يعني 18 سنة. الطيش قد يتعدى 20 وأحيانا العقل قد يكون أقل من 18، فالمقصود أنها هي محسنة أو على الأقل حتى لو أخطأت في تزويجه المبكر إن كان طائش فهي مجتهدة. وفعلا الكثير من الشباب إذا تزوج عقل وركد
لكنها ليس عليها شيء إن شاء الله عز وجل. الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت فاطمة تسأل عن مجموعة أسيرة يعني اللي يبدو أن والدتها في الحداد أو في العدة، تقول هل يجوز أن تشرب المعتدة القهوة إذا كان فيها زعفران أو الشاي إذا كان فيه نعناع أو حبل؟ الطيب هو ما يتخذ للطيب على وجه الاعتياد، بمعنى إذا سئل الناس قال دخل وهو متعطر، والأطيب منها الشرقية ومنها الغربية، ومعروف عند الناس روائحها. أما الذي يوضع في الصابون أحيانا مواد كيميائية لها رائحة يعرف أنها رائحة صابون ورائحة شامبو ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقهوة والنعناع والزعفران وهذه العطورات التي تشرب كلها لا تعتبر من التعطر على وجه الاعتياد، ولا يعد صاحبها متعطرا، فلا حرج فيها مطلقا والله تعالى. بارك الله فيك. تقول هل يجوز أن تقول تعطي النساء والدتي فلوس ودراهم وهي تحلف أن لا تأخذهم، يحلفن أن يأخذنها أن تأخذ هذه الفلوس، فهل عليها ماذا يجب عليها؟ إذا كان هذا اليمين يمين جرى على اللسان، والله أن تأخذ، والله خذ، والله ما تدخل، تجري على اللسان، هذا لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لغو اليمين. اليمين الأخرى المقابلة هي اليمين المعقدة، المعقدة التي ينعقد عليها القلب، بمعنى أنه يستحضر الباري جل جلاله، يستحضر تعظيم اليمين، ويستحضر الرب سبحانه وتعالى، هنا انعقدت اليمين. وأكثر أيمان الناس في مثل هذه الأحوال ليست يمين معقدة ولا يمين منعقدة، لكن إن قالت والدتها بأنها عقدت هذا الأمر وهي تتذكر أن حلف يمين وأنه بالله عز وجل وأنها تؤكد هذا الأمر بهذا الغرض، فعليها كفارة يمين على ما خولف فيه يمينها والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يجوز أن تأخذ من مكافأة بناتها التي تمنحها المدرسة لهن؟ نعم يجوز أن يأخذ الأبوان ذلك للإنفاق على الإبن، لأن الصحيح أن الإبن إذا كان عنده دخل فإنه ينفق عليه منه من دخله، ولا يعتبر هذا من الظلم أو عدم العدل بين الأولاد. فإذا استنفذ ما عنده من المال ينفق عليه والده أو والدته من الزائد. نعم. وليس معنى أن الأم تأخذها لنفسها، هي تنفق عليها وهي مؤتمن عليها أن تنفق على هذه البنت من هذا المال، فلو أخذتها الوالدة في مثل هذه الحال فهو حق للوالدين، أما للوالد أو للوالدة على حسب الذي ينفق على الولد، فهو حق لهما أن تستنفذ ما عند الأولاد من المال، فإذا نفدت أنفق عليه من الزائد بعد ذلك. بارك الله فيكم فضيل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.